مرحبا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية الخاصة من قناة الشروق التي ننتقل من خلالها إلى كلية التربية الرياضية بجامعة السودان بالخرطوم لنقل فعاليات تخريج دورة حماة الوطن الرابعة التابعة للخدمة الوطنية. أنا أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة، وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملغاة على عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة وقانون الخدمة الوطنية أو أي قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول، وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلي من ضابطي الأعلى برًا أو بحرًا أو جوًا، وأن أبذل قصارى جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك للتضحية بحياتي. تكوير، تحليل، مجندي دورة حماة الوطن الرابعة وقد أدوا قسم الولاء لله والوطن. إذن تحية لكم الحضور الكريم جميعا مرة أخرى، السيد رئيس الأركان المشتركة والسادة أعضاء رئاسة الأركان المشتركة رؤساء أركان القوات الرئيسة والسادة النواب والمساعدين والسادة مدراء الإدارات وقادة التشكيلات والوحدات، الحضور جميعا والأسر التي احتشدت في هذا اليوم احتفاء بهذا التخريج، والتحية تمتد لكل الذين يتابعوننا الآن على الهواء مباشرة عبر قناة الشروق الفضائية. المتحدث الأول في هذا الاحتفال الدكتور ياسر عثمان سليمان المنسق العام للخدمة الوطنية، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسولنا الكريم. سعادة الفريق أول دكتور رك كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة، سيد وزير الحكم المحلي الأستاذ الهادي، السادة نواب هيئة الأركان المشتركة، السيد معتمد الرئاسة، سيد المنسق العام للخدمة الوطنية دكتور ياسر عثمان، سيد مدير إدارة الخدمة الوطنية إبراهيم يونس إبراهيم سعادة اللواء إبراهيم يونس إبراهيم، السادة قادة الأفرع والوحدات الأخ نعيم البشير اللواء أمن نعيم البشير ممثل مدير أمن ولاية الخرطوم، السيد مدير شرطة الطوارئ سعادة اللواء بشير ممثل مدير شرطة ولاية الخرطوم، الإخوة رؤساء مجالس الأمناء بالمحليات، إخوة في المنظمات، سادة الضباط ضباط الصف، الإخوة المنسقين، الأسر الكريمة، أبناؤنا المجندين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحتفل الخدمة الوطنية ولاية الخرطوم بتخريج كوكبة جديدة من دورة حماة الوطن الرابعة.
أتوا من محليات الولاية السبعة من خريجي الجامعات والشهادة السودانية والتدريب المهني والعاملين بالدولة لأداء ضريبة الوطن عبر بوابة الخدمة الوطنية. ضيوفنا الكرام، تلقى هؤلاء الفتية بالإضافة للجرعة العسكرية الجرعة الروحية في البرنامج التربوي والرياضي والثقافي والوطني، وقد أسروا ساحات التدريب بالإبداع في ضروب الفنون المختلفة، وتحلوا بالصبر والانضباط والمسؤولية طوال فترة التدريب. وقد تلقى هؤلاء المجندين تدريب في التنمية البشرية لرفع القدرات وتنمية الذات وتطوير المهارات عبر 4 حقائب تدريبية استمرت 40 ساعة، 10 ساعات لكل حقيبة، تعينهم في أداء خدمتهم ومستقبلهم القادم إن شاء الله. وقد وجد هؤلاء المجندون اهتمام كبير بزيارة عدد من الوزراء والمعتمدية المحليات ومجالس الأمناء وعريشة الأمهات، كذلك ترقوا تدريب في مجال الإسعافات الأولية والكهرباء والتدريب التحويلي. وقد زار المعسكر عدد من العلماء الأجلاء أمثال الدكتور أحمد الكاروري وزير الدولة بالإرشاد السابق، والدكتور جابر إدريس عويشة، والدكتور صديق المحاضر بجامعة المدينة المنورة، وخبير التخطيط الاستراتيجي البروفيسور محمد حسين أبو صالح، وقد قدموا محاضرات متفردة لهؤلاء المجندين. ضيوفنا الكرام، قد شارك هؤلاء المجندين في حملات الصحلبية في محليات الولاية، في محلية كرري ومحلية مبدة وجبل أولية والخرطوم ضمن البرنامج المصاحب للمشروعات، كما ساهم المجندين في إنتاج 50,000 شتلة من الشتول المثمرة وغرس 2,500 شتلة بمحلية الخرطوم. وفي إطار خطة الخدمة الوطنية ولاية الخرطوم، نحن الآن نستعد لخروج 5 محليات من الأمية في العام في شهر 11 القادم بإذن الله تعالى بعدد 163,000 أمي، بعدد 5,537 مركز، بعدد 7,000 مجند، وقد أكملنا العدة لذلك. كذلك تخرج محليتي بإذن الله تعالى محليتي شرق النيل ومحلية أم درمان في العام 2019، وتكون الخرطوم في العام 2020 خالية من الأمية. أما في محور دعم التعليم، فقد رفعنا في هذا العام وزارة التربية والتعليم ب 2,403 مجند لدعم التعليم في الأساس والثانوي. وفي محور الصحة دعمنا المؤسسات الصحية ووزارة الصحة ب 3,747. وفي دعم المؤسسات القطاع العام والتعليم العالي بالمجندين دعمناهم ب 9,000 مجند. وفي محور التشجير تم غرس 630,000 شتلة وإنتاج 500,000 شتلة بالإضافة لمشروعات تزكية المجتمع وقدرات المرأة والفلاحة المنزلية اللي كان عليها أثر كبير لمجتمع الولاية. وتم توقيع شراكة مع جامعة السودان في البيوت المحمية وإنتاج الشتول المثمرة، وهذا يدعم برنامج الإنتاج والإنتاجية في ولاية الخرطوم، بالإضافة للمشاركة في كل النشاطات داخل المحليات السبعة من حملات إصلاح البيئة والتسقيف الصحي والكنس الترابي للشوارع. وأيضا بدأنا الترتيب والاستعداد لوزبة حماة الوطن الرابعة التي تنطلق في أكتوبر القادم بإذن الله تعالى. وفي الختام الشكر أجزله لرئيس هيئة الأركان ونوابه، وعبرهم الشكر لوزير الدفاع المكلف، والشكر للسيد المنسق العام للخدمة الوطنية ومدير إدارة الخدمة الوطنية، والشكر لحكومة ولاية الخرطوم والمعتمدين لوقفتهم مع مشروعات الخدمة الوطنية، والشكر للجنة التخريج برئاسة العميد السماني، والشكر لأسرة سلاح المدرعات غائط وضباط وضباط صف، والشكر للإعلاميين الصحافة والتلفاز وإذاعة وإعلام إلكتروني، والشكر للأسرة الكريمة. ونتمنى التوفيق والسداد للمجندين في أداء خدمتهم وحياتهم القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد منسق الخدمة الوطنية بولاية الخرطوم. واللوحة القادمة والفقرة القادمة للمناشط التي تعبر عن الجرعة التدريبية التي تلقاها هؤلاء المجندين داخل معسكر التدريب. المنشط الأول، استعد، قدم.
المشط الثاني استعد قدم قدم. المشط السابق هو مشط القيادة الصامتة. تحية للرقيب عيسى شعيب محمد الذي أشرف على هذا المنشط البيادة الصامتة التي تعبر وتدل تدل على هذا التنظيم العسكري والترتيب الإداري. مشط الثالث استعد مشط الثالث استعد قدم. يوم دقت هناك الدانا ترسوها الأرض جبخانا حايمين في سموم وسخانا بريش اسمهم هجانا. المشط السابق كان المشط السونكي. التحية للرقيب بشير عيسى إبراهيم. نشاهد الآن في هذه اللحظات منشط الفك والتركيب. التحية للعريف سليمان علي الطيب على هذا الأداء وعلى هذا التكتيك وعلى هذه السرعة في فك وتركيب السلاح صوخوي مع المجنزر الجيش سلاح عمر والدوش كلين المور. مشط 100 متر سباق ها أنا. نشاهد منشط سباق 100 متر. دقة في الأداء وسرعة ولياقة تفوق حد الخيال وحد الوصف. إنه منشط 100 متر.
التحية للعريف محمد إسماعيل الذي أشرف على هذا المنشط. المنشط الخامس، استعد، قدم قدم. المنشط الذي نشاهده الآن هو الكتلة، وهؤلاء هم خيرة المجندين الذين تميزوا باللياقة البدنية وهم يحملون الكتل أمامهم ويتحدون بها الصعاب، وهذا التدريب العسكري هو يعلمهم ويدربهم لخدمة هذا الوطن الحبيب الأبي الطاهر. منشط الكتلة. وطني أنت كل مفاخري، أمي وأبي أنت الذي في خاطري وهواك يجري في الدم المتقاطري، قسما بحبك إننا نسعى لخيرك جاهدين،
ونزود في ثغة الأبات مدافعين، فلك البقاء على السنين، ولك الفداء بالمال والدم والبنين. شاهدنا في هذه اللحظات منشط الكتلة، وشاهدنا اللياقة البدنية الذي تتمتع بها أو يتمتع بها أولئك المجندين الذين سيكونون عضداً لهذا الوطن الأبي الذي دائماً نفديه بالدم والأرواح لينعم بالأمن والاستقرار ويعم ربعه السلام. التحية لمجندي هذا المنشط، منشط الكتلة، والتحية رقيف فخر الدين حسن عبد الله. المنشط رقم 6 استعد قدم. وهذا المنشط من المناشط المشوقة جدا في مناشط الخدمة العسكرية، وهو منشط جر الحبل، والكل في شوق وانتظار من الفريق الذي سيغلب في هذا المنشط، هم الذين يرتدون الأخضر أم الذين يرتدون الأزرق. منشط جر الحبل لنرى ما هي النتيجة. الفريقين في حالة شد وجذب، كل على هواه وكل على فريقه. من سترى الذي سيغلو في هذا المنشط جر الحبل؟ نفر مع الفريق الأزرق ونفر مع الفريق الأخضر. من هم الفائزون؟ من هم الفائزون؟ ونعم، يغلب الفريق الأزرق على الفريق الأخضر. نعم، إنه كما ذكرنا هذا المنشط هو من المناشط المشوقة في المناشط الخدمة الوطنية والمناشط العسكرية. التحية لهؤلاء المجندين، مجندي مركز التدريب القتالي سلاح المدرعات، والتحية لأسر هؤلاء المجندين، وأرى الفرحة في أعينهم ترتسم في هذا التخريج، ولسان حالهم يقول: نحن الأسود الضاريات تحدثت عنا المواقع، لا نرهب اليوم العصيب ولا تروعنا المدافع، كالسهم كالقدر العتي وكالرعود وكالقواطع، فيما يعزك سائرين، نفني النفوس ولن نلين، لنراك فوق العالمين. وطن الجدود. وتنطلق الجولة الثانية لمنشط جر الحبل. هل سيكررها الفريق الأزرق أم سيتساوون في النتيجة؟
وفعلها الفريق الأزرق مجدداً. تحية لهؤلاء المجندين يتمتعون بلياقة بدنية خارقة، لهم التحية. والتحية للرقيب خضر دفع الله حامد والرقيب حسين عوض الكريم. الآن ينتقل المايكروفون إلى المقدم محمد كبير. السيد رئيس الأركان المشتركة، الحضور الكريم جميعاً، الخدمة الوطنية ظلت تنتشر بأزروعها المختلفة، مناطق التجنيد والمنسقيات في كل أنحاء السودان، لتنظم هذا الإسهام الوطني العريض والوافر رافداً حياً للمؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى عبر دورات حماة الوطن التي تستوعب شباب السودان من خريجي الجامعات وتصغلهم بالتدريب الذي يجعلهم أهلاً لتحمل هذه المسؤولية حماية الوطن دون تغاعس ولا وهن. الكلمة الآن للسيد مدير إدارة الخدمة الوطنية سعادة اللواء الركن إبراهيم يونس إبراهيم علي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في سبيل الله قمنا نبتقي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء، فليعد للدين مجد، فليعد للدين عز، أو ترق منا الدماء، أو ترق منهم دماء. الله أكبر، الله أكبر، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السيد رئيس الأركان المشتركة، سعادة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، السيد رئيس أركان القوات الجوية، السيد رئيس أركان القوات البحرية، السيد نائب رئيس أركان القوات البرية للإدارة، السيد ممثل والي ولاية الخرطوم الأخ الهادي حسن عبد الجليل وزير الحكم المحلي، الإخوة غات الوحدات ومدراء الإدارات، السيد ممثل شرطة ولاية الخرطوم، السيد ممثل جهاز الأمن والاستخبارات ولاية الخرطوم، الأخ المنسق العام للخدمة الوطنية دكتور ياسر عثمان سليمان، الإخوة المعتمدين، الإخوة المنسقين، الإخوة السياسيين، الإخوة الضباط، الإخوة الصف والجنود، الأسر الكريمة، الأبناء المجندين المحتفى بهم، أبطال الخدمة الوطنية، دورة حماة الوطن الرابعة، أبناء معسكر المدرعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم بمقاماتكم السامية الرفيعة، لكم التحية والتجلة في هذا اليوم في هذا المقام من أجل تخريج مجندي حماة الوطن بولاية الخرطوم، والذي نتشرف فيه بوجودكم ونزعد بحضوركم بيننا، والذي يأتي متزامناً مع احتفال قواتنا المسلحة بعيد الجيش 64 مع بداية عام هجري جديد استكمالاً لخطة بناء السودان الذي تعلو فيه راية المشاركة الفاعلة لينعم السودان بالأمن والاستقرار. وقوات المسلحة ماضية على العهد، قابضة على جمر القضية، تبذل القالي والنفيس من أجل صيانة هذا الوطن وحماية ترابه القالي. السيد رئيس الأركان المشتركة،
الحضور الكريم، الإخوة القادة والزملاء، الأسر الكريمة، الأهل والعشيرة، نزعت كثيراً وأنتم حضور بيننا في الخدمة الوطنية. باسمي وباسم أخي دكتور ياسر عثمان أحييكم تحية التجلي والتقدير. سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائر. سألت الذي تجري رياح بأمره يحفظكم من كل سوء كما يشاء. بحمد الله وعونه استجاب أبناءنا لدى الخدمة الوطنية بدخول من المعسكرات رغبة لا رهبة، وبلغ عددهم 2390 مجند تم تخريجهم في الأيام الماضية بكل الولايات. واليوم نحتفل بتخريج عدد 1018 مجند بالخرطوم، وهذا يؤكد رغبتهم الأكيدة لأداء الخدمة الوطنية التي نزع لترسيخها في السودان عبر هذا الأداء المتميز. بعد أن قوي عودهم وشد ساعدهم وارتوت عروقهم وتمت عقولهم بعد قضاء فترة 45 يوما بالمعسكر، كانت بمزامة الإعداد البدني والنفسي والروحي والانضباط العسكري، وما شاهدناه وما نشاهده يمثل لوحة لم تدع للجمال منبعا إلا نهلت منه، ولم تدع للروح ضمان إلا ارتوت منه. فهكذا الخدمة الوطنية سيظل لها دور الريادة دوما، أعطت وما انفكت، جادت وما فتئت، فهي معول للخير والبناء حتما ويقينا، هي قلادة شرف وتاج عرفان يزينان جيد الوطن. سيد رئيس الأركان المشتركة، الحضور الكريم، هكذا تمضي عجلة الحياة مسرعة بعد قضاء فترة من الزمن مليئة بالبذل والعطاء، جهدا مقدرا وعرقا متصلا. فالخدمة الوطنية حاضرة في كل شيء، مشروعاتها وإجراءاتها ومعسكراتها رغم تباين رتبها ومنسقيها وضباطها، وكل ذلك يؤكد تفاعلها وانسجامها وفاعليتها ومدى ومستواها المتميز دوما، والدور الكبير الذي نطلع به من أجل تطوير أدائها لربط كل مؤسسات الدولة، تلبية لاحتياجات التخطيط الاستراتيجي لمجلس الوزراء ووزارة الدفاع، بتطوير تجربة الخدمة الوطنية لتواكب المتغيرات التي حدثت للخدمة الوطنية، لربط التدريب بالاستخدام، فكانت تجربة الحملات ثم عزة السودان وأخيرا حماة الوطن. فهي تمضي بخطى ثابتة في إسناد القوات المسلحة لإكمال النقص في الفرق والوحدات. ولذا كان رفضا للقوات المسلحة في العام السابق عدد 15615 مجند، منهم 4500 مجند كادر طبي بالسلاح الطبي. وقد كانت خطتنا للعام 2018 رفض القوات المسلحة بعد 12000 مجند وعدد 4000 مجند كادر طبي للخدمات الطبية. ودأنا بحمد الله سبحانه وتعالى في تنفيذ المرحلة الأولى بعد 5000 مجند رفضا للفرق والوحدات، منهم عدد 1700 مجند سوف يتم توزيعهم بوحدات العاصمة، مع الأمل والرجاء أن تكون هذه الدفعة خيراً لبلادنا ونفعاً لقواتنا المسلحة. سيد رئيس الأركان المشتركة، الحضور الكريم، من هذا المنطلق نزعد ونزعى بأن ينضم أبناءنا المجندين بعد قضاء فترة الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحة. وستبدأ المرحلة التالية بإذن الله سبحانه وتعالى في منتصف أكتوبر بعد 9000 مجند رفضاً للقوات المسلحة إن شاء الله. السيد رئيس الأركان المشتركة، الحضور الكريم، المقام هنا مقام حمد وشكر لله رب العالمين. فتحية للقوات المسلحة الشامخة شموخ الجبال، والتحية عبركم للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والتحية للسيد وزير الدفاع والسيد وزير الدولة الدفاع ولهيئة القيادة، وعبركم التحية للمرابطين على الصقور، وتحية خاصة لكل شهدائنا الذين رووا بدمائهم الطاهرة الزكية تراب الوطن القالي، سائلين المولى عز وجل الشفاء، عاجل الشفاء لجرحانا والعودة لإسرانا بإذن الله سبحانه وتعالى. الحضور الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر أجزله للسيد رئيس أركان مشتركة سيادة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، وللإخوة القادة ولكل الحضور الذين شرفونا بالحضور، والشكر موصولا للأهل والأهل والأسر الكريمة التي دفعت بأبنائها لأداء الخدمة الوطنية، وكذلك شكرا للإخوة في دار سلاح المدرعات، وشكرا خاص للإخوة وزارة الرياضة العسكرية لاستضافتهم لنا، الأخ اللواء الرقطة ياسر جبريل جبارة، والشكر موصول لحكومة ولاية الخرطوم متمثلة في الوزراء والمعتمدين، والشكر أجزله للإخوة في المراسم العسكرية والموسيقات العسكرية والشرطة العسكرية وإذاعة القوات المسلحة وجريدة القوات المسلحة وشرطة المرور وكل الإخوة الإعلاميين، وشكر خاص موصول للأخ
قائد سلاح المدرعات الأخ اللواء دكتور ركن نصر الدين عبد الفتاح، والإخوة الضباط والإخوة المعلمين، والإخوة قائد منطقة تنجيد ولاية الخرطوم ومنسق ولاية الخرطوم وإخوانه، والإخوة الضباط والمعلمين بالمعسكر وكل اللجان التي رتبت ونظمت هذه اللوحة الرائعة. والشكر أجزله للأخ العم العميد محمد وقيع الله. السيد رئيس الأركان المشتركة، الحضور الكريم، حري بنا أن نجدد العهد والميثاق، وأن نستشعر قسم الولاء والطاعة للقوات المسلحة، ونكرر شعار الخالد: الله غايتنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا. ومن ثم نردد شعار الخدمة الوطنية: جهاد بناء فداء. سادتي الكرام، نؤكد لكم جميعا أهمية الخدمة الوطنية والدور المتعاظم الذي تطلع به من أجل التضحية والنهوض بمقدرات الشباب لرفض كل مساءلة الدولة دون من أو أذى، ولا ندعي الكمال فالكمال لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد مدير إدارة الخدمة الوطنية، السيد رئيس الأركان المشتركة، الحضور الكريم، ولاية الخرطوم التي جاء من محلياتها ومدنها وحواريها في الريف والحضر هؤلاء المجندين الذين يتخرجون في هذا اليوم لها كلمة. الأستاذ الهادي حسن عبد الجليل وزير ديوان الحكم المحلي متحدثا أصالة عن نفسه وإنابة عن السيد والي ولاية الخرطوم. تهليل، تكبير، 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 تهليل، تهليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، مخرجنا من الظلمات إلى النور، وتاركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سعادة الفريق، أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي، السيد رئيس الأركان المشتركة، السادة قيادات القوات المسلحة في رئاسة الأركان المشتركة، السيد سعادة اللواء الركن إبراهيم يونس مدير إدارة الخدمة الوطنية، السادة مدراء الإدارات بالقوات المسلحة، السادة قادة الشرطة والأمن ومجالس الأمناء في الخدمة الوطنية على كافة محليات ولاية الخرطوم، أبنائي المتخرجين، أسر المتخرجين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة الفريق، عبركم وعبر ولاية الخرطوم أبعث إليكم تحيات السيد الفريق أول ركن مستشار عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم. في هذا اليوم هو يوم للعرس، ويوم عرس لهؤلاء الشباب الذين جاءوا طواعية لحماية هذا السودان. أبنائي سعادة الفريق، هؤلاء جاءوا يقولون أن الذي لا يدفع العرق لا يدفع الدم. هؤلاء في ميادين التدريب يدفعون العرق أولا، ثم جاءوا في هذا اليوم ويوم هذا التخريج يقولون لك أنهم جاهزون للدفاع عن السودان وعن أرض السودان وعن تراب السودان. هؤلاء يقولون لك سيد الغايد إنهم يدفعون الدماء رخيصة من أجل هذا الوطن العزيز، هذا الوطن العزيز الذي روى الدماء أهله منذ زمن بعيد،
في الدولة المهدية ومن بعدها في كل مناحي الحياة، هم وأبناء هذا الوطن وأبناء القوات المسلحة ما زالوا يدفعون الدماء في هذه البلاد. السيد القائد، الفريق، رك، دكتور سعادة الفريق قمال عبد المعروف، هؤلاء هم أبناءك. بعد أن أخذوا هذه الجرعات في التدريب، في الفك والتركيب، في البيادة، في جميع مناشط التدريب العسكري، في فنون القتال، هؤلاء نعدهم ليوم عظيم للدفاع عن هؤلاء السودان. هؤلاء يا أخي يرفعون شعار عالياً أن الدول الضعيفة ليست لها كلمة في هذا العالم. هذا العالم لا يعرف إلا القوة ولا يعرف إلا الأغوياء. فنحن نقول لك هؤلاء هم أغوياء وهؤلاء هم حماة السودان. ونحن أخي وعبر كل ولاية الخرطوم نرفع لك ونقول لهم كما قال الشاعر: عهدنا معاكم كنت بحرب ما بتتجلخ، وصرد عين جمل معقودة ما بتتفلخ، وكان يدينا فيكم من المسك تتملخ، السماء ينتكي وجلد النمل يتسلخ. هؤلاء هم أبناء الخدمة الوطنية في دورة حماة السودان الدورة الرابعة. ستستمر هذه الدورات لتدريب أهل السودان على الجندية. كافة هؤلاء هم يا سيد القائد فيهم من تخرج وفيهم من الآن يدخل الجامعات وفيهم من التدريب المهني. هؤلاء يشكلون لوحة كاملة لكل طلاب السودان وطلاب ولاية الخرطوم. هؤلاء السيد القائد قدموا الكثير في محو الأمية، في التشجير، في إصحاح البيئة في ولاية الخرطوم، وكانوا خير معين في 4 محليات من محليات الخرطوم. هذه هي البداية، ونحن نقول نرجو منهم نرتجي منهم الكثير في العلم داخل الجامعات، لأن هذه الدولة لا تقوم ولا ترتفع إلا بالعلم والعلماء. أنتم الآن أخذتوا جرعة الجندية، وننتظر منكم أن تقدموا كثيرا من العلم. الآن الدول تتطور بالعلم والعلماء. نحن في ولاية الخرطوم وفي كافة السودان وكافة بقاعه ننتظر منكم الكثير أبناء المتخرجين، وأسركم الكريمة تنتظر منكم الكثير. ونحن في هذا اليوم نقول لكم مبروك، شغلكم كان نظيف وقدمتوا عمل جميل ودارين تهليل عالية وتكبير عالية. تكبير تكبير تكبير، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حر إن ها محمد شعار القوات المسلحة. شعار الخدمة الوطنية. تحرك لليمين للمرار بكل طريق. العلم في المقدمة للخارج. در حرك العلم. على شمال محتدان مرش
نشاهد هذه اللوحة الجمالية التي يشكلونها مجندي حماة الوطن الرابعة الذين تخرجوا من مركز التدريب القتالي المدرعات، وهذا هو مرور الطابور. نشاهد لوحة جمالية تزدهي بالجمال والإبداع. متعاقبا بالجماعات للمهين انظر الآن طابور المتخرجين يمر من أمام المنصة، تحية للسيد رئيس الأركان المشتركة سعادة الفريق والدكتور ركن كمال عبد المعروف الماهي. فرسان المدرعات رجال فوق الدروع الصامدين، حراس للوطن والعروض والدين، ذاكرين الإله هم ديما منتصرين، غادتهم العظام الفي الجيوش ظاهرين، غايدين الجنود زي الأسود واسبين، ما لك يا العميل ما تطوق حلاوة الدين، تجلس في التراب تذكر مع الذاكرين، وإن درت الدواس تلقانا الطب جاهزين، سايقين الفلت والخمسة والخمسين، سالين الإله النصر والتمكين، ومن بعد الشهادة والسكن علينا، دورت الدروع مات حديدا صم، هللت كبرت الرجال زارفين دموع الدم، سالين الكريم رب العباد يرحم أبطالنا الكرام المتوشحين بالدم، ويسود السلام في بلادي يدعمم، البترول كتير زد له ثروة غنم، والغطن الجميل فنان ويترنم. الله أكبر، نحن جنود بذكر الله نقوم الليل، نحن للعطاش قبل شايل الليل، نحن للغلابة صاعنا دين الكيم، نحن الأبيض الجود والكرم سيمتنا، نزرع أزرق الفلجود تثير قيمتنا، نحن القمنا بالإنغاز شعار الدين هدف أمتنا، نحن الما بنبدل بالدرهم نمين قيمتنا، نحن في الحروبات مهيرة ما لامتنا، نحن الخدنا قيسان في طريقة مشينا، نحن في الكرمك كل الدول أشادت بينا، نحن رسولنا يوم الحشد يبشر بينا، نحن جنود قصدنا الحور عديل يا دنيا ما دعاكسينا، نحن جنود قصدنا الحور عديل يا دنيا ما دعاكسينا. الله أكبر الله أكبر. نحمد الله كثيرا الذي جعل القوات المسلحة حامي حما هذا الوطن، بدونها ما قامت حرب ولا دام السلام، ولكل من أراد النيل من القوات المسلحة قولا أو فعلا نقول البربطنا به الجيش، لا منصب ولا مرتب، لا مأكل ولا مشرب، عشق وطن جوانا يتركب، جيشا عمره ما سنوات من كرري وتعالى حسب، شمال افريقيا والجولان الناقص نطم حطب، الحربين كرم معطل يان دواسنا عجب، وحتى الان وقت نادى المنادي يمن كان الجيش هو السودان. انها القوات المسلحه، انها الخدمه الوطنيه الذي دائما ما رفعت شعارها جهاد بناء فداء، والحمد لله الذي جعلنا حماة لهذا الوطن نفديه بالدم والأرواح لينعم بالأمن والاستقرار ويعم ربوعه السلام. التحية لهؤلاء المجندين الدفعة الرابعة لحماة الوطن، والتحية لأسرهم الذين أتوا فرحين بهذا التخريج وهم متشوقين لرؤية أبنائهم مكللين بهذه الدروع ولابسين هذه الثياب التي دائما ما تدل على البذل والعطاء فداء لهذا الوطن الطاهر الأبي. هو الذي تغنى له العطبراوي كم في هواك رجال اتلقوا المخاطر مفرد جمعهم كالأسد البناتر، في حوضك يمين قد ما راعوا خاطر ماتوا مجاهدين طهرين السرائر. التحية لكل من حضر وأتى ليشهد هذا العرس البهي من أعراس القوات المسلحة
والخدمة الوطنية. هذه المؤسسة التربوية التي دائما وكثيرا ما تهتم بتربية وتنشئة الفرد بدنيا وسلوكيا، وتعزز لديه قيمة الانتماء لهذا الوطن الأبي الطاهر الذي مهما بذلنا فداءه لا نوفيه حقه. كان هذا مرور الطابور لمجندي حماة الوطن الدفعة الرابعة. قدام علم ثابت يا ثابت ثابت ثابت، خلي بالك بطيء خطوة تنظيم. ها بطيء خطوة تنظيم. العلم سلام، العلم سلام. ها عمدي ها سلام الفداء سلام ها عمدي جنبان ها أرضان سلاح أب على الوسط محتدان مرش تنظيم خطوة تنظيم ثابت. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل سيادتك السيد رئيس الأركان المشتركة. صفا يكفي الخدمة الوطنية فخرا وظفرا أنها خرجت من رحم القوات المسلحة سيفا للعز ووعدا نظيرا وتغوى، ومسيرة امتدت في المشاركة في كل مسارح العمليات إلى تنوع نوافذ الإسناد فداء لهذا الوطن. قبل أن تخاطب أبنائك المتخرجين، نستأذن السيد المنسق العام والسيد مدير إدارة الخدمة الوطنية وقبلهم السيد ممثل حكومة ولاية الخرطوم لتكريم السيد رئيس الأركان المشتركة.
إذن الكلمة لك الآن السيد رئيس الأركان المشتركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المجاهدين وغائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الهداة المهتدين. وبعد، الإخوة أعضاء رئاسة الأركان المشتركة، الأخ ممثل والي ولاية الخرطوم، الأخ المنسق العام للخدمة الوطنية، الأخ مدير إدارة الخدمة الوطنية ومنسوبيهم من الضباط والمنسقين وضباط الصف والجنود، الإخوة قادة الأجهزة الأمنية، الإخوة قادة الوحدات ومدراء الإدارات، الإخوة الضباط، الصف والجنود، الضيوف الأعزاء، أبنائي المجندين، حماة الوطن، شموس العزة، رصيد الكرامة، الأسر الكريمة، الحضور جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني كثيراً ومن دواعي فخري واعتزازي أن أشهد اليوم هذا الكرنفال الكبير والتظاهرة الوطنية بتخريج دورة حماة السودان الرابعة التي يحتشد فيها شباب السودان وحماته، حملت مشاعل النور والغد المأمول ليرسوا معالم النهضة بعد أن كسروا حاجز المستحيل وغهروا وهم التردد. وقد أتاحت لهم معسكرات الخدمة الوطنية فرصة لاكتشاف الذات وتفجير الطاغات، فأقبلوا على برامج التدريب بروح التوسب والمسابرة، وتحصلوا على بعض المعارف العسكرية والفكرية والروحية، وتحصلوا على المهارات الفردية، والآن بحمد الله قد غوي عودهم واشتد ساعدهم وأصبحوا جاهزين للعمل في كل الميادين. الحضور الكريم، خيراً فعلت الخدمة الوطنية التي عودتنا على تقديم المبادرات الخلاقة والأفكار الوضيئة والرؤى العميقة، وهي تؤدي رسالتها العظيمة في بناء الأجيال على قيم الخير والفضيلة، وتنشئهم على حب الوطن والولاء لترابه. إنما نشهده اليوم وشهدناه من فعاليات هو تجسيد صادق لكل الآمال والتطلعات التي طالما عبرت عنها الكلمات وهتفت بها الحناجر، مما يؤكد فاعلية ونجاح برامج الخدمة الوطنية وسمو مقاصدها التي أريد لها أن تسهم بشكل مباشر في مشروع النهضة الكبرى الذي يستهدف أول ما يستهدف الإنسان روحاً وفكراً وجسداً، لأن الإنسان هو روح المعركة. الجمع الكريم، إن فلسفة الخدمة الوطنية تقوم على قاعدة تربوية ترمي إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تعميق القيم الوطنية في القلوب عبر استنهاض همم الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والفعل الرشيد وتنمية القدرات وتطوير الذات وصقل المهارات وتعزيز عوامل الثقة بالنفس، حتى يصبح المجتمع كله من بعد ذلك مستقلاً على الدولة في حاجاته وسابقاً لها في مبادراته. الحضور الكريم، أبنائي المجندين، إنما يحمد لبرامج الخدمة الوطنية هو تركيزها على موضوعات البناء الفكري والثقافي كمدخل لإحداث التغيير الإيجابي المنشود.
لأن إحساسنا بذاتنا وتقديرنا لأنفسنا واعتزازنا بقيمنا وموروثاتنا الثقافية والاجتماعية والتعرف على مكونات المجتمع السوداني والوقوف على مصادر الغنى والثراء واكتشاف عناصر قوة ومنعة هذا البلد تعتبر من الأهداف الاستراتيجية لبرامج الخدمة الوطنية، حتى يصاغ الشباب وفق أسس سليمة تمكنهم من الصمود والمصابرة في زمان العولمة وتيارات الاستلاب الفكري والثقافي والإعلام الجديد، لنخط معالم الطريق لبلادنا وهي تخطو نحو آفاق جديدة رغم التحديات والابتلاءات التي سنتجاوزها بعون الله وعزيمة شعب السودان المجاهد. الحضور الكريم، الخدمة الوطنية ولدت عملاقة وقدمت بتضحياتها بعداً استراتيجياً في فنون الفداء والتضحية والإباء، وإحساساً مضمخاً بالعزة على امتداد مسيرتها التي قدمت من خلالها أرتالاً من الشهداء الصادقين الذين سقوا بدمائهم الزكية الطاهرة تراب هذا الوطن الغالي، وما تجربت كتائب الدبابين وأفواج الذكر والذاكرين وإسناد الفرق بالمجاهدين ببعيدة. حتماً ويقيناً هي قلادة شرف وتاج عرفان يزينان جيد هذا الوطن الذي بحمد الله وتوفيقه ينعم بأمن وأمان واستقرار لا مثيل له في كل الإقليم، وكل هذا بفضل مجاهدات قواتكم المسلحة التي تبسط سيطرتها التامة في كل مسارح العمليات وتأخذ بزمام المبادرة وتقوم بأدوارها المنوط بها بكفاءة واقتدار وتجرد من أجل سلام، سلام العزة، ومن أجل إرادة السلام، ومن أجل وطن يسع الجميع. الحضور الكريم، نحن إذ نشكر الخدمة الوطنية حسن صنيعها وتدبيرها، نرجو أن نشيد بهذه الروح المتوسبة لهؤلاء الشباب الذين قدموا هذه النماذج المضيئة التي تبشر بغد مأمول ينعم فيه السودان بتنمية حقيقية عمادها الشباب الناهض لتحقيق التنمية واستدامة السلام، حتى يعيش السودان حراً عزيزاً وآمناً مطمئناً لا يكدر صفوه قدر الحاقدين ولا مكر الماكرين، إذ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبنائي الفرسان المتخرجين، وصيتي لكم بأن تجددوا عهدكم مع الله والوطن في الوفاء والولاء وحسن البلاء، إذ أنتم عماد هذه الأمة وزخرها ومصدر عزتها وكرامتها. سائلنا الله لكم التوفيق والسداد مع صادق الدعاء أن يحفظ الله السودان وشباب السودان، وأن يستعملهم في طاعته ونصرة دينه وبناء مجده وصيانة عزته وكرامته. ختاماً، التحية للأسر الكريمة التي دفعت بأبنائها لأداء الخدمة الوطنية. التحية لحكومة ولاية الخرطوم وللإخوة المعتمدين بالولاية، والتحية لغادة الأجهزة الأمنية كلهم وضباط الأجهزة الأمنية، والتحية للخدمة الوطنية إدارة وتنسيقا، فهذا عرس كبير وهذا احتفال مهيب. تحية إجلال وتقدير لأبطال قواتنا المسلحة وكل القوات النظامية الغابضين على الزناد في كل الجبهات، راجيا من الله عاجل الشفاء لجرحانا، وأن يتقبل شهدائنا الكرام في أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر.
شالوها حمرة عين خلفوا الوسم بالكي شالوها حمرة عين خلفوا الوسم بالكي شد البديل رقبه وقعد النعم رحاب الليل البشاير يا الفراس ورث الكرم ميراث فراس عيال فراس ورث الكرم ميراث ما بقلوب الخوف حاشاهم العوجات الليل البشاير يا ناس الكرم طيبين يلف طيوب برا الساعة زي وطأة الجمرة من غضبتهم بتليل تتفتت الصخرة برسامنا عند الضيقة هم رجل الصالحات الليل البشاير تابعنا مشاهدينا هذا النقل المباشر من ميدان فرع الرياضة العسكرية بالخرطوم حول فعاليات تخريج دورة حماة الوطن الرابعة بالخدمة الوطنية. نشكركم مشاهدينا على هذه المتابعة ونتمنى أن نلتقي بكم مجددا في لقاء آخر. أشكركم مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.